بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة العجوز التي لا تستطيع الصيام، الشيخ الكبير والمرأة العجوز إن لم يستطيع الصيام فعليهما أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فعليهما أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ولأهل العلم قولان، وهذا إن شاء الله تعالى أرجح الأقوال، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة من الثريد، يعني عمل كده طبق كبير من الثريد من الفتة على اللح، لأن الثريد لا يقال له ثريد إلا إذا كان باللح، هذا يقال له ثريد في لغة العرب. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فصنع جفنة من الثريد ودعا مرة واحدة 30 مسكينا فأطعمهم عن الشهر كله. يبقى عمل جفن الثريد وجمع 30 مسكين جلسوا مرة واحدة، وبذلك يكون أنس قد أطعم عن الشهر كله. أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح، مد من قمح، عليه أن يطعم يعني مسكينا بعدد الأيام التي أفطرها.